يمكن في كل مرة فريق الاتحاد بيكون أقوى وجاي يمكن من 3 مباريات ما خسرش فيهم في الدوري. Com jogadores de qualidade. عندهم لاعبين على قيمة فنية عالية جدا. Y por isso o início do jogo foi um pouco difícil para nós. ويمكن بداية المباراة كانت بداية صعبة بالنسبة لفريق نادي التعاون. Por isso acredito que entre os 15-20 minutos da primeira parte estabilizamos o nosso jogo. فعشان كده المدرب شايف ان احنا ما بين يمكن 15 و20 دقيقة من الشوط الاول قدرنا ان احنا نحكم في المباراة شوية. E começamos a pegar no jogo com mais consistência. وقدرنا ان احنا نثبت في المباراة بشكل اكبر او نكون بناخد المباراة بشكل ثابت. Termos mais bola. قدرنا نمسك الكرة اكتر. Procurar chegar junto da baliza do Etihad. حاولنا ان احنا نوصل قريب من مرمى نادي الاتحاد. Bem que nem sempre o fizemos da melhor maneira no momento de definir, quer no remate, quer no passe, na assistência. ولكن يمكن اليوم احنا ما توفقناش في اخر لحظه لانهاء الهجمه اما الشوط على المرمى او ان يحصل اسيست للاعب ثاني داخل في منطقه الجزاء. Segunda parte entramos mais focados, mas concedemos logo de início uma oportunidade para o Etihad. الشوط الثاني دخلنا يمكن تركيز اكثر ولكن يمكن في البدايه كان في فرصه لنادي الاتحاد. نقال وكاسيو فاز ما شلند انترفينسان. يمكن فيها الحارس كاسيو قدر ان هو يتدخل فيها بشكل مميز جدا. ابارتيداي بيجاموس نوفامنت نو جوغو. من بعدها قدرنا ان احنا برضه نسيطر شويه على المباراه. ديزافوفيموس كون مويت بو انيسياتيفا، سيركولاسيون دو بول، مودانساج دو كوردور، اتاكس دا بروفونديداد. وقدرنا ان احنا نتحكم في المباراه ان احنا نقدر ننقل الكوره، ننقل الكوره بين اللاعبين، ننقل الكوره من جنب اللاعب لجنب اخر، كذلك ان احنا ندخل بالكوره في عمق الملعب. جوغادورز ا ترافالياري مويت اي كيبا ترافاليار مويت كون بول اي سين بول. فريق نادي التعاون اليوم اشتغل جيد جدا وهو مع الكرة أو بدون الكرة. Isso foi pena não termos concretizado as oportunidades que criamos e fomos criando ao longo de toda a segunda parte. ويمكن الحاجة اللي مزعلة المدرب إن إحنا خرجنا من المباراة من دون إن إحنا منفوز أو إن إحنا نحقق أهداف من الفرص اللي قدرنا نحصل عليها في الشوط الأول أو في الشوط الثاني. E contudo, acho que só pecamos na finalização. ويمكن المدرب شايف ان احنا في الاخر يمكن اخطانا في انهاء الهجمه. Por isso mesmo, neste momento, vir jogar com o Etihad em sua casa e conquistar pontos era o mais importante para nós. ولكن اليوم طبعا المدرب شايف ان احنا عشان نيجي هنا نلعب في استاد نادي الاتحاد وسط جماهير نادي الاتحاد وناخذ منهم نقاط يعتبر حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا. E como sabíamos que o Etihad ia fazer forcing final nos últimos 5-10 minutos, acreditamos que de facto precisávamos de pôr as trancas na porta e levar o ponto, já que não íamos conseguir ganhar, ou pelo menos não estávamos a conseguir ganhar, pelo menos levar ponto. طبعا يمكن في نهاية المباراة في آخر 10 دقائق تقريبا زي ما انتم شفتوا كان المدرب حاول ان هو يدعم خط الدفاع بشكل اكبر لانه هو شايف ان الفرص اللي سنحت ما كانتش كافية ان احنا ناخد نقاط المباراة وكان عارف طبعا نادي الاتحاد هيضغط في آخر 5 أو 10 دقائق من المباراة بشكل اقوى جدا فعشان كده المدرب حاول يقفل اي طرق تؤدي الى المرمى في نهاية المباراة.